انتي عائلية وايد. انا بحكم شغلي ممكن بدون قصد اقصر، لان انتي عارفة التصوير مثلا لما ندش ساعات لوكيشن يمكن الناس مو عارفين ان احنا ياخذ منا التصوير شهرين الى 3 اشهر، الا من 8 الصبح ساعات ل 12 بالليل احنا بالتصوير، اكثر بعد ساعات اكثر بعد في حال ظروف ساءت الظروف متاخرين بالوقت ممكن نقعد لثاني يوم وني على نفسنا. فهني ممكن انا بالغلط وبالغصب غصبا علي راح اكون مقصره ببيتنا، بس انا احب اتواجد يعني.